السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة بتأكد من الصوت انه يشتغل اصلا. افتح يا سمسم انبوت بل 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 بل. اليوم معي التوزيعة بي سي لينوكس. طبعا انا احد عشاق التوزيعة هذه بسبب الجماليات والحاجات اللي متعوب على التوزيعة به. لحظة، بالمناسبة انا الحين معي شاهي يشرب بنفس الوقت بعوضة حوس عندي، فلو سمعتوا مزمجة وسمعتوا حرب معناته اني اشرب شاهي او اتحارب مع البعوضة. لحظة، بسم الله. وش يهمنا بالتوزيع هذه؟ اول شيء انها تستخدم واجهة XFCE مثل ما انتم شايفين، شريط فوق شريط تحت مثل الجنوم القديمة. في بعض الاعدادات هنا بسطح المكتب، خلنا نتفرج عليه. مثلا نلاحظ انه في جي ابليكيشنز هنا للتطبيقات، ممكن تختار رن بروجرام تشغل برنامج معين، تيرمينال تفتح المتصفح، تقل البريد، معلومات عامة عن XFCE، ممكن تعدل بعض الخصائص. ايضا في عندك بعض التطبيقات اللي جاي مع، خلينا نتفرج عليها. كونفيجريشنز لاحظ فيه واجد، في مثل الكومبس جاي مرفق، في عندك الجيتكثيم سويتشر، في عندك ليبر اوفيس. طبعا ليبر اوفيس هذا راح تختاره بعدين يبدأ ينزل لك الليبر اوفيس لانه ما يجمعه. في عندك الادوكيشن ليسن تو ميوزك، ايش جابه هنا؟ طبعا الادوكيشن هو تعليم، بس ما ادري ايش جاب الاستماع الموسيقى هنا. مونيتورز مونيتورينج اللي هو مراقبة النظام. في عندك البرنامج التاسك مانجر اللي هنا نقطة قبل النظام. برينتينج حطوا لك هنا بعض الحاجات الخاصة بالطباعة. تيرمينالز هذا الشيء اللي انا حفظه وحاببه بالتوزيع هذا، انه حطوا لك ثلاث تيرمينال، ممكن تختار روت تيرمينال، تيرمينال عادي او اكسترن القديمة. ايضا في جام ارشيفينج، حط لك بعض برامج الارشيف مثل الفاير رولر، ايزو ماستر. في عندك الاكس اف بيرن اللي هو خاص بحرق الاسطوانة. ايضا حطوا الماوس باد عفوا اللي هو محرر مثل الجي اديت، مثل النوت باد. فايل تولز حطوا ايضا بعض الاشياء الخاصة بالملفات مثل الثنر اللي هو مدير ملفات، مثل النايتلس حطوا اللي هو بليتش بت، ايضا سيرش مونكي. في ايضا عندنا الجرافيكس حطوا الامج ماجيك، هذا اول مرة اشوفه كان موجود على التوزيعة هذه، بس اللي هو خاص ببعض المؤثرات الخاصة بالصور. ايضا هذا عرض صور عادي الانترنت. تجي عندنا في دروب بوكس مرفق، في فايرفوكس، بيجن، ثندربيرد، ترانزميشن، اكس شات. بالمناسبة في احد منكم يستخدم هذا؟ الاوفيس مثل ما قلت لكم قبل انه في موجود ليبر اوفيس، طبعا لازم تحمله. الرافو ديكشنري، قاموس، طبعا في هاسبر لازم. سوفت وير سنتر حقيقة ما يملكون سوفت وير سنتر خاص بهم، حطوا ابديت باكج سورس ليست. هذا بصراحة سيعجبن انه يسوي مزامنة الاقرب او افضل مصدر برامج نشط. تحدد انت المدة 15 ايام من خلال الاعدادات، حط السنابتك، طبعا معروف السنابتك اللي هو مدير الحزام. نجي للصوت، حطوا لك ميكسر وليسن تو ميوزك. خلنا نشوف شو البرنامج هذا، لأنه فتحته قبل بس ما اخذت على الفكرة. ما اعتقد انه ريذم، بالمناسبة على اللايف سي دي فممكن انه يتأخر فتحه، لذلك خلونا نشوف شيء ثاني لين ما يفتح. الفيديو حطوا دي في دي، اعتقد انه هذا خاص بالحرق الاسطوانات، ما ادري. حطوا معه هذا البرنامج رائع جدا اللي هو جي اكس ساين، في برنامج قريب منه بالويندوز اعتقد، ما اذكر اذا كان موجود البرنامج ذا الحين ولا لا، اذكر الزمان يعني. خاص تشغيل الفيديو عفوا. طيب خلونا نشوف بعض الاشياء الموجوده هنا. في عند حطوا لك الساعه، حطوا لك هذا الكليب مان اللي هو الاشياء اللي تنسخ راح تكون موجوده هنا. المراقب للمعالج هذا مراقب الرام اعتقد على الشبكه، ما ادري. هذا تبديل المستخدمين مباشره. القائمه هذه نفس القائمه الموجوده قبل شوي، وهذا اللي يميز الواجهه انك تحصل الابلكيشنز هنا مباشره. خلينا نشوف ديسكتوب سيتنجز. اختار خلفيه معينه مثلا او خلفيه مستطيله. طيب هذا البي سي لينكس مثلا، غير خلفيه. في بعض الحاجات
حلوة هنا مثل انك تعدل الاضاءة. طبعا هذه موجودة خاصية بالاكس اف سي اي تلقائيا. طبعا الصوت ما ينفع ابد اليوم، لكن خلونا على الاقل اقول سجلت. منيوز ممكنك تعدل اذا كنت تبي القائمة اليمين تفتح بسرعة، شيل هذه بس راح تفتح معك بسرعة القائمة، بحيث انه ليش اختفت قائمة التطبيقات تحت. لاحظ فرق الفتح، يعني اخذ تقريبا ثانية عشان يفتح، الحين ضغط على طول يفتح. ممكن تعدل بعض الاشياء الموجودة هنا. الايقونات حطوا اعتقد طقم ايقونات معين ما ادري وينه، ربما هنا يعدل من عند الاعدادات الثانية. عموما هذا اللي ممكن اتكلم عنه عن توزيعه، هذا اللي موجود معه. التوزيع اسمه بيسي لينكس فينكس او فونكس او ما ادري هذا اسمه فينكس ما ادري. الى هنا خلصنا. اضغط زر اعجاب اللي لازم تضغطون علشان تفيدون غيركم. انشروا الفيديو بقدر الامكان، لان جالس اسوي هذا الشيء تطوعيا اللينكس، فابي الناس تستفيد من هالموضوع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.